في احتفالية خاصة بمسرح أوبرا دبي بعنوان احتفالية الملك فاروق، تم تكريم مجموعة من الفنانين المصريين أبرزهم صفية العمري وسميحة أيوب، وده تقديراً لمشوارهم الفني الطويل. وحضرت الاحتفالية زميلتنا كريستينا عياد اللي انفردت بلقاءات حصرية معاهم. تعالوا نشوف نجومنا قالوا إيه. سيدة المسرح العربي سيدة سميحة أيوب، أهلا بيكي ونورت الإمارات. مرسي يا حبيبتي، شكرا. طبعا حضرتك كرمتي كتيره جدا ويعني اخذتي تكريمات، بس يمكن النهارده بالامارات التكريم مختلف شويه، وخاصه ان احنا بنحيي ليله من ليالي الزمن الجميل، ليله من ليالي زمن الملك فاروق. هو علشان كده مختلف جدا وطعمه مختلف، لان دي حقبه ما حدش فكر فيها خالص، وان هم فكروا فيها فمشكورين جدا. وبعدين كون المهرجان او الليله الجميله دي تسمى بهذه التسمية، فده شيء يسعدنا جدا. أنا فرحانة جدا، وبقول فعلا كل سنة والإمارات بألف خير بمناسبة مرور 50 سنة، وإنه يعملوا الإيفنت ده على يعني اسم الملك فاروق، ده شيء رائع جدا. وأنا فخورة جدا باسترجاع الزمن الجميل ده، وإحنا نعيش لحظة رومانسية في زمن أنا عن نفسي كنت أتمنى أعيش فيه.